للنخبة الوطنية بالتأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد معاناة بعد انتظار بعد خوف وترقب. الحمد لله الجماهير المغربية فرحانة، خديناكم ابتسامات ديال هذه الجماهير اللي بكل صراحة تبوريشة وقعت هنا في هذا الحي، هذا الحي الشعبي. تحية لهم هذا الشباب تبارك الله عليه تيحب كرة القدم. نخليكم مع التصريحات للمشاهد. انا خاين مزيان، فرحونا فرحونا الحمد لله، اللهم لك الحمد، شحال ديما فرحنا، فرحونا بارك الله فيكم، فرحونا فرحونا مزيان اخي، من احسن هاد اللاعبين، زوينين لعبوا مزيان، المدرب سوا مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. كنتوا غاضبين على المدرب خليل وزيش دابا؟ الحمد لله تاهلنا، ما غاضبين والو الحمد لله. غاضبين عليه اخويا، ولكن الان دابا ملي تصالح معنا تصالح معنا بهذا الاداء وبهذا المباراه وبهذا النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله كنشكره جزيل الشكر. اخي شوف انا غنقول لك الصراحه، راه المدرب ما لا علاقه اخي بالرجل، نقول لك الله يروح هذا الماتش هذا راه عادية، خصو جبنا اللعابة، جبنا الوليدات، الحمد لله، صافي بارك عليها. الدراري تقاتلوا في التيران، كلاو بهذا المعنى هذه، كلاو الكازو، كلاو الكازو، كلاو الكازو، هنيئا للمنتخب الوطني المغربي، الله الوطن المالي ديما المغرب، وإن شاء الله غادي يبينوا، غادي يبينوا في كأس العالم إن شاء الله، وغادي يجيبوها إن شاء الله، وغادي يتأهلوا يتأهلوا أمو يتأهلوا النصف ولا النهاية إن شاء الله بحول الله. ديما مغرب. خويا هشام فرحان بزاف، المنتخب تأهل مرة ثانية على التوالي، نتمنى من الجامعة يخدموا لنا على جياش، ولا ما كانش جياش يجيبوا لنا العربي، يعني ما عندناش العربي. نتمنى خويا تأهلوا الدور الثاني، ماشي غير نشرفوا قطر، لا إن شاء الله. وديما مغرب. نتمنوا الشفاء العاجل لبولو ديما مغرب، واش حكى معانا ويكون الشفاء العاجل، دير يديكم ونقول الله يشافيه. انا فرحانين اخويا، لا انا فرحانين لهذا الفوز، فرحانين وديما مغرب ديما مغرب والمغرب المغرب المغرب. اول حاجه تنهنيو الشعب المغربي كامل على هذا الانتصار، الفرحه كانت مستحقه، و 4-1 وفرصه سعيده هذه، وان شاء الله نتلاقاو في قطر كاملين ان شاء الله. اولا المنتخب الوطني مجاد على المنتخب الكونغولي، راه غير ملي مشاو ليه كان عليهم ضغوطات بزاف، عليها خلات المباراه تكون 1-1، هما اللي كانوا يفوزوا عليهم بنتيجه كبيره، راه ملي جاو لهنا بينا لهم ان المنتخب الوطني نادي كبير، والحمد لله حنا تاهلنا لكاس العالم، وكنتمناو نتمناو التوفيق من هنا لقدام. خويا ان شاء الله لا يخلي لنا المغرب كوتي سبور، فلوس كاينه، العاقه كاينه، كلشي كاينه، ونتاهلوا ان شاء الله. مشينا عندهم عطاونا العصا، حنا نرحبوا بهم، نرحبوا بكم، مرحبا بكم، حنا باش نضربوكم بكره، هنا فينا نضربوكم دقه دقه، وتحيه ولا خلي الناس. النتيجه الحمد لله كانت مرضيه واداء مقنع النتيجه، وتنتمناو الحظوظ ان شاء الله المنتخب الوطني باش يقول الكلمه ديالو كاس العالم. ما ساعفناش لحد 2018 لعبنا كره زوينه، وكنتمناو اعاده تصحيح الاخطاء ديالنا، ونتبتوا حتى حنايا الكره ديالنا، حيت الكره المغربيه ان شاء الله في الاوج ديالها وفي اوج العطاء ديالها، باش تقول حتى هي الكلمه ديالها. كنهنى الفريق الوطني المغربي، وفرحه كبيره لينا حنا كاملين في هذه الليله هذه، انه عرس 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 كروي، وكنتمناو الشفاء العاجل لبونو ان شاء الله باش يعود حتى هو ويرجع مع المنتخب، ان شاء الله نتمنوا الاصابه تكون خفيفه، والحمد لله والله قسم من انا.